الرحمن الرحيم. حبيت بهذا الفيديو أشوفكم بعض من مميزات الآيباد. طبعا مثل ما تشوفون هذه الشاشة الرئيسية للعرض شبيهة إلى حد كبير جدا المين مينيو للآيفون. عفوا. في عندكم كمثال إذا نبغى نشوف برنامج مثلا، أحد أهم البرامج اللي موجودة في الأبل ستور اللي هو الآي بوكس. الآي بوكس عبارة عن برنامج يظهر لكم شيلفز فيها مثل مكتبة، يعني فيها عدة كتب تختارون أنتوا الكتب من الستور، عندكم زر الستور وبعدها ينزل الكتاب عندكم هنا. فإذا اخترتوا الكتاب راح يفتح بهذه الطريقة وبإمكانكم تصفحوا الكتاب بالكامل أو تأخذون سامبل للكتاب قبل شراء الكتاب طبعا من الأبل ستور. طبعا في الوضع الأفقي أيضا البرنامج شغال. طبعا بالنسبة لبرامج الآيفون مثل الفيسبوك متوافقة تماما مع الآيباد، لكن راح تظهر بشاشة عرض مصغرة في شاشة الآيباد. وأبل حقيقة ضافت زر مهم جدا في الشاشة اللي هو الزر التكبير، يعني إذا كبستوا مثلا عندكم هاي 2X إذا كبسنا عليها البرنامج حيصير فول سكرين، تقريبا فول سكرين في شاشة الآيباد لأن هو أصلا متوافق مع الآيفون. وفي البرامج الثانية اللي هي مثلا عندنا هاي اللعبة هي متوافقة أصلا مع الآيباد، هي اللي هي لعبة إيجاد الفرق بين صورتين. الحين نعمل تور على اللايبراري. اللايبراري إذا دخلتوا عليها مثل ما تشوفون راح تظهر لكم الصور اللي موجودة في الألبوم. طبعا قبل ما تشوفون الصور راح تكون في داخل الألبوم، فإذا تحبون مثلا قبل ما تفتحون الألبوم، ممكن واحد يكون عنده أكثر من ألبوم، فتشوفون شو الصورة اللي تبغوها بالضبط قبل ما تتصفحون الصور. مثلا أنا أبغي مثلا صورة برج العرب، فبشوف الحين هنا برج صورة برج العرب موجودة في هذا الألبوم، فبفك الألبوم بختار الصورة بتطلع للصورة. بعد ما تخلصون يرجع الألبوم. طبعا تصفح الانترنت ولا أروع في الآيباد. في عندكم الكيباد بإمكانها تكون في الوضع الأفقي والعمودي. الحين بالنسبة للآيبود، الآيبود طبعا بالنسبة لملفات الامبي 3 تكون مرتبة بشكل يختلف عن الآيفون لأنه شاشة الآيباد أكبر طبعا، فتختلف ترتيبها أفقيا أو عموديا، وكذلك بالنسبة لملفات الفيديو نفس الشيء. طبعا الأبل ستور راح يظهر لكم برامج الآيفون إضافة إلى برامج الآيباد إذا تحبون تضيفوها عادي موجودة. في عندنا النوتس، النوتس حقيقة طريقتها جديدة مش مثل الآيفون، عندكم هناك أنما محفظة جلدية. كشكلها ما أدري واضحة في الفيديو ولا لا، شوية الكاميرا. طبعا أيضا الكيبورد نفس الطريقة. عندنا كمثال الجوجل مابس. الحين أنا راح أدش دبي بالجوجل مابس، راح نشوف مثلا ندخل اي منطقة في دبي. طبعا عرض الجوجل مابس خيالي لانه اصلا ريزوليوشن الشاشة هاي ديفينيشن ريزوليوشن، فيكون وضوحها اكثر من الوضوح العادي اللي نشوفه في الكمبيوتر او في الايفون حتى. يعني أنا كبرت لكن لازالت الصورة واضحة.
عندنا الكونتاكتس راح تترتب ايضا بطريقه فريده كانما دفتر هاتف حقيقي. وهذه هي اهم ميزات الايباد. ان شاء الله في الفيديو القادم بشوفكم بعد ميزات اكثر واكثر، واسمحوا لنا على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.